قام صباح اليوم أمين الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الدكتور حسين مسار حسين بزيارة تفقدية للمركز الوطني للخدمات الجامعية بهدف البحث عن الإداريين التابعين بهدف البحث مع الإداريين التابعين للمركز عن كيفية إيجاد حلول لبعض الإشكاليات والمعوقات التي تواجه المسيرة التعليمية. تقرير سعيد أحمد حسن. بعد زيارته للمعهد العالي لإعداد المعلمين والهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات العامة، أمين الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور حسين مسار حسين يسجل زيارته الثالثة للمركز الوطني للخدمات الجامعية، حيث كان في استقباله المدير العام للمركز وطاقمه الإداري. وفور وصوله تفقد أمين الدولة بعض المكاتب وسير العمل فيها. عقب ذلك التقى بالفريق العامل بالمركز الوطني للخدمات الجامعية وتباحث معهم عدة مواضيع تضمنت وصايا وتوجيهات، أهمها اقتراح أمين الدولة بأن يحول مقر المركز الوطني للخدمات الجامعية إلى القرية الجامعية بتكرى نظرا للظروف القاسية التي تمر بها البلاد، علما بأن ميزانية مبنى الخدمات الجامعية من حيث الإيجار والمعدات مكلفة للغاية. كما وجدت الفكرة ترحيبا من قبل العاملين، غير أن البعض رأى عكس ذلك. وبين الأخذ والرد في مختلف الاقتراحات كانت المخرجات كالآتي: نحن نريد أن نخفف العبء، ونحن نريد أن نجعل من الميزانية تتوجه إلى الخدمات مباشرة، ما نصرفها في قضايا جانبية. نريد أن ننتقل بالطلاب إلى موضوع النشاط الطلابي، مسألة النشاط الرياضي كذا، حتى نجعل الطلاب نملأ فراغهم، لأن ما نجعل نترك الطلاب فقط يعني يفكروا في أفكار سلبية. الحمد لله يعني صاحب الفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تونو دائما يهتم بالطلاب، وهذا المركز هو المكان الذي يعني به نخدم الطلبة، فلذلك لا بد من أن يكون هناك تحسين لوضع المركز إداريا، وأيضا أن نرشد أن نوجه الميزانية لتتوجه إلى الخدمات الحقيقية. ويعني في النهاية أنا أشكر المسؤولين في المركز أنهم توجهوا تفهموا هذه الإجراءات وأبدوا استعدادهم للتعاون معنا في الاستراتيجية القادمة. جهود مقدرة لوزارة التعليم العالي والبحث والابتكار جسدها على الواقع أمين الدولة الدكتور حسين مسار حسين كي يحظى التعليم العالي بمكانته المرموقة في البلاد.